هل يفوز صلاح بالبالون دور هذا العام؟ إن جيتوا للحق هو الحق. صلاح ضمن 30 لاعب مرشح للفوز بجائزة البالون دور كأفضل لاعب في العالم هذا العام. هتقول لي صلاح صعب يكسبها علشان ما عملش إنجازات جماعية كبيرة، هقول لك غلطان. فرانس فوتبول اللي بتقدم الجائزة غيرت المعايير وبقى الاختيار بالأداء الفردي قبل الإنجازات الجماعية، وبالمعيار ده فرصة صلاح بقت كبيرة وصعب ينافسه حد غير كريم بنزيما. هو عموما هيفضل بالنسبة لنا أفضل لاعب في الكون، بس ما فيش مانع في واحدة بالون دور في دولاب الإنجليزي.